بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره. احنا معاكم على الهوا النهارده الاربع. بتوحشوني من كل اربع الاربع. يا رب يا رب النهارده الحلقه تعجبكم. عاملين وصفتين سهلين ولذاذ وفي الانجاز. اول وصفه هنعمل حواوشي، بس حواوشي سجق. وصفه ظريفه وفي الصيف بقى كده سهله، يعني فاهميني، كلها مكونات عاديه جدا وطعمه بقى حرش ولذيذ. محدش هيقول لك ايه بقى ده يا ماما وبتاع والحاجات دي، لا، طعمه خطير هيعجب كل الناس ان شاء الله. نعمله مع بعض دلوقتي حالا ويعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل سلطه، مجموعه كده من المشاوي، من يعني المشوي الخضار المشوي، ومعانا كمان رمان. وصفه ظريفه جدا، طبق سلطه تحفه، وهيبقى لايق جدا مع الحواوشي، او لو عامله جنبه اي مثلا كفته مشويه، فراخ مشويه، برده السلطه هتبقى ظريفه جدا معاها. ان شاء الله الحلقه تعجبكم. اول وصفه على طول هنخش فيها هو حواوشي السجق. وقبل ما نعمل اي حاجه، التليفونات هتنزل لكم حالا وهتنورونا ان شاء الله بتليفوناتكم. انا تحت امركم في اي سؤال ومستنياكم. ايه بقى القصه؟ معايا شويه سجق كده متقطعين حتت مكعبات صغيره، يعني صغير كل ما بيبقى ظريف، لان احنا ايه هنقلبهم هنحطهم حواوشي، فلازم يكونوا مش متقطعين حتت كبيره. تمام. معانا طبعا عيش بلدي اهو، عيش بلدي طازه كده ظريف جدا علشان الحواوشي. معايا بقى كمان ايه، بصل متقطع حتت صغيره، معايا فلفل رومي اخضر، ممكن يبقى رومي او ممكن يبقى حامي، مفيش مشكله. انا هحط رومي مش هحط حامي، والسجق اللي احنا جايبينه ده فيه سنه شطه خفيفه فهيبقى مظبوط. معانا برده طماطمايه صغيره متقطعه حتت صغيره، معانا خلطه كده من السمنه والزيت علشان ندهن بيها الرغيف ونعمل الحواوشي، وشويه جبنه موتزاريلا هتبقى ظريفه قوي وهتساعد كده ان الرغيف يبقى قافل على بعضه وطعمه طعمه حلو وشكله حلو. بس ولا اي حاجه تانية. شوفوا سهله جدا جدا جدا. انا هنا مسخنه الطاسه معايا، هعلي النار. وقبل ما اخد اي قرار ان انا احط زيت او سمن او اي حاجه، هنزل الاول بالسجق واشوف اخباره ايه. نزل دهون يبقى زي الفل، هعتمد على الدهون بتاعته ومش هزود حاجه. لقيناه ما فيهوش دهون، ممكن نحط ايه معلقه ولا معلقتين بالكتير من الزيت علشان ايه يتقلب ويتشوح كويس. تمام. يلا بسم الله. ننزل السجق بقى والطاسه تكون سخنه، فضله كده كام تقليبة وهنقدر على طول ايه نقيم بقى الدهون بتاعته اخبارها ايه. ومحضرة البصل زي ما قلت لكم، انا بحب البصل الاحمر جدا، بيبقى احلى من البصل الابيض، انا بحب اطبخ بيه بس برضو براحتكم. ومعانا الفلفل الرومي الاخضر زي ما قلت لكم، ممكن نضيف مع الرومي الاخضر كده ايه قرن فلفل حامي معاهم مثلا، او رشه شطه. هو السجق اللي معايا ده عشان انا يعني عارفاه فبيبقى فيه رشه شطه خفيفه، فمش هحتاج احط شطه ولا اي حاجه. بصوا هو نزل دهونه اهو، ما نزلش كميه كبيره بس منزل دهونه عشان كده ايه تطلع الاكله إيه خفيفه معانا، ما تبقاش مدهننه كده. خطيره. ممكن بقى ايه ابتدي احط بقى البصل، الفلفل الرومي الاخضر، هستنى على الطماطم شويه لما البصل والفلفل كده ايه يتشوحوا حلو كده. كل ده بدهون ايه السجق من غير ما نحط اي حاجه. لو انت بقى السجق بتاعك نزل دهون كتير قوي وتقدري تصفيه، يعني تصفيه كده تنزلي كميه الدهون اللي نزلها، اعملي كده. يعني مش لازم بقى خلاص هو السجق نزل دهونه هستخدمها كلها، لا، لو منزل دهون كتيرة خلي بالك برضه تخلصي من كمية منها لو هي كتير، عشان برضه ما يبقاش الاكلة وانت بتاكلي السندوتش الحواوشي تحسيش انه تقيل ومزيت كده، فاهمين قصدي، بيتعب. لكن كده هيبقى خفيف ولذيذ. حط رشة ملح وفلفل عشان برضو اساعد الخضار يدبل بسرعه معايا. رشه ملح ورشه فلفل. معانا هدى. الو، صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الفل والورد والياسمين.
عامله ايه؟ قمر يا استاذه مروه، حبيبتي حبيبتي، يا رب يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي. استاذه مروه انا عندي خضار مشكل وعندي بسله، اطبخهم طبيخ عادي ازاي؟ عرفيني. خضار خضار مشكل اللي هو ايه مثلا؟ يعني زي شوربه الخضار كده، على على جزر، على هي ايه يا استاذه هدى تاني معلش؟ بسله على على كوسه على جزر كده. اه بسله وجوز وكوسه وجزر. بنجيبهم من السوبر ماركت. حاضر، حضرتك عايزه تعمليهم ايه بقى؟ يعني طبيخ عادي. حاضر حالا اقول لك نعملها باسهل طريقه. والبسله هعملها ازاي يا استاذه؟ حاضر هقول لك، احنا هنعملها ني في ني وهتبقى خفيفه جدا وطعمها تحفه، هقول لحضرتك حالا. ميرسي على تليفونك. حبيبتي بتقولي ايه يا سموره؟ انا فقدت الاتصال، ما اعرفش ايه اللي حصل، انا اللي فقدت الاتصال بالاستاذه المخرجه يا استاذه سمر. لا اله الا الله. عايزه اقول لكم ان السماعه كانت شغاله قبل الهوا زي الفل، ما اعرفش، انا محسوده يا استاذه سمر، انا محسوده، ما اعرفش انا والله نقول ايه. بس بصوا السجق خطير وريحته تجنن. هننزل بقى بالطماطم، هنقلب وهحضر ايه؟ الرغيف اللي انا هعمل فيه الحواوشي. وطبعا هجاوب على الاستاذه هدى حالا، معايا تليفون بيشاوروا لي خلاص، انا فقدت ال... طب انا هسمع ازاي؟ الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. عامله ايه يا ست مروه؟ حبيبتي والله حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، اتشرفت بيكي قوي. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير. يا رب دايما، يا رب دايما. جميله جدا ونظيفه واكلك حلو جدا. حبيبتي حبيبتي كلك ذوق. انا بتابع طبعا كل يوم في التلفزيون وكل حاجه، وبشوف وصفاتك وبشوف حاجاتك جميله الصراحه. حبيبتي ده انا اتشرفت قوي والله، كلك ذوق يا روحي، تسلمي يا رب. الله يخليك يا ست مروه. بعد اذنك انا عايزه اهدي اغنيه لوالدتي، ينفع؟ تعملي ايه؟ اهدي اغنيه لوالدتي. والله انت هتغني اغنيه بس؟ اغنيه بس إيه؟ انا هغنيها لك انا بقى مثلا، ولا هنعمل ايه في الحكايه دي؟ قولي لي طب كده الاغنيه. ماشي. امي وردة ريحتها مليان بيت حياة وبهجة ومودة، لو في سرنا جيت عليه هلاقيها سماء، أمي نعمة بعتها ليا ربنا وأجمل هدية، شجرة بتطمن عليا لما تبقى الشمس جامدة. الله 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 الله. لا 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 لا، ده شوف ده ممكن تكتشفيني، ممكن أنا نفسي طول عمري أغني. هي بس إيه الحلاوة دي؟ حبيبتي ما شاء الله عليكي يا حبيبتي، ربنا يحفظك يا رب. واكيد ماما فخوره بيكي وديها بوسه كتير كتير قوي مني. حبيبه قلبي حبيبتي يا جميله يا سكر، كلمينا دايما، خلاص انت بقى مطربه البرنامج لعلمك كده، خلاص انت لازم تكلمينا كل مره وتغني لنا حته كده حبيبتي. حسن الله. والله يا جماعه انا برضو كان من ضمن احلامي ان انا اكون صوتي حلو وبغني، فطبعا الموضوع ده ضرب بقى خالص مني، ولا صوتي حلو ولا بتاع، بس ممكن برضو تلاقوني ايه كده شعشعت معايا. السجق بص خطير ازاي، خطير. عايزه احطه في رغيف العيش اهو، انا فتحت رغيف العيش، وعايزه ارد على الاستاذه هدى علشان تلحق تعمل البسله. بص يا استاذه هدى، انا بحب قوي اعمل الخضار ني في ني. يعني بعمل ايه؟ بجيب الحله واحط فيها بصلايه مبشوره، وبنحط مثلا ايه البسله عاده ما بنحط لهاش ثوم، لكن لو انت ليكي غرض تحطي فص ثوم براحتك، بس انا عن نفسي ما بحطش. هي البصل متقطع صغير، معلقه سمنه صغيره، ممكن تبدليها بالزيت مفيش مشكله. بنحط طماطم مضروبه في الخلاط، بنحط معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، ملح وفلفل بس، ما بحطش اي حاجه ثانيه. ممكن لو عايزه تحطي مثلا اللي هي المرقه الفوريه او حاجه من الحاجات دي مفيش مشكله، هتدي طعم ظريف. ونقلب الكلام اللطيف ده كده مع بعضه على النار، ونحط كيس مثلا من البسله والجزر والكوسه. عندك شوربه ممكن تحط شوربه، لو ما فيش شوربه خلاص نحط ميه عادي خالص، وطبعا تتاكدي ان الملح والفلفل مظبوط علشان يبقى طعمها حلو وبس.
الصوص بتاعها تتحكمي فيه، ما تبقاش تقيله قوي متسبكه قوي، لا خلي فيه كده صوص ظريف، وتاكلي احلى طاجن. ممكن تحطيها في طاجن تحت الشوايه في الفرن بعد ما تستوي على النار، يعني بتبقى تحفه وحلوه جدا جدا. حلت بسله بالجزر والكوسه، بس ما بحطش اي توابل غير ملح وفلفل فقط، بتبقى تحفه حلوه جدا. ان شاء الله حضرتك تجربيها وتعجبك. انا عملت ايه قبل ما نطلع فاصل؟ انا حطيت السجق في الرغيف كده زي ما شفتوا اهو، وحطيت شويه كده حلوين، يعني عشان ايه برضو الرغيف يبقى محترم ما يبقاش سكه. فين الكاميرا؟ اجيبه كده اهو. ومعانا شويه جبنه موتزاريلا هحطها، وبعدين احطه في الطاسه. معانا تليفون، معانا مين؟ الو، ايه اللي حصل؟ ما لحقناش التليفون، كلمونا تاني كلمونا تاني. بصوا شويه جبنه موتزاريلا كده على الوش اهو بس، ونقفل الرغيف الظريف ده. وزي ما قلت لكم احنا عاملين خلطه ما بين السمنه والزيت، هندهن بيها كده وش ايه الرغيف اهو، عشان انا هعمل الرغيف دوت في طاسه على النار. طيب تقدري تعمليه في الفرن طبعا، ممكن يجيب صاجة فرن تدهنها دهنه خفيفه من خليط السمنه والزيت، وتحطي الرغيفه كلها، وبعدين تدهني وش الرغيف وتدخليها فرن سخن في الرف اللي في النص على درجه حراره 200 لغايه لما الرغيف كده ايه ياخد له لون حلو وخلاص. احنا بس كل فكره الحواوشي ان احنا عايزين الرغيف ده ياخد لون ظريف وينشف شويه كده. بصوا بما اني ايه مسخنه الطاسه، بصوا اول ما حطيت الرغيف على طول ايه اخد لون، وانا كمان دهناه بالسمنه خليط السمنه والزيت، فهتلاقوه بقى ايه خطير، يبتدي كده يقرمش، ما يبقاش مجرد رغيف طري كده، لا بقى كده احنا بنحوله ايه لحواوشي، فبيبقى لذيذ وطعمه حلو. والسجق بقى بالخلطه اللي احنا عملناها مع بعض دي هتنبسطوا منها جدا، هتخلي طعم السجق ايه تحفه كده. ندهنه كده دهنه بسيطه بس، وجربوا بقى حواوشي السجق التحفه ده، اخر لذاذه ان شاء الله يعجبكم. احنا عاملين هناك بقى منه، ايوه استاذه سموره جابت لكم اهو، شكله يجنن ان شاء الله، تنبسطوا منه كده وتجربوه. حواوشي السجق خطير. ايه كل الدخان ده؟ تحسوا ان انا بحضر العفريت. في ايه؟ طيب هنروح فاصل، هنروح فاصل بسرعه، ونرجع بعد الفاصل نجيب مقادير سلطه ظريفه جدا، معانا فيها بتنجان مشوي ومعانا فيها رمان تحفه، هتنبسطوا منها قوي، خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. احنا معاكم على الهوا، كلمونا، ادي اخر فقره. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل سلطه ظريفه جدا، شويه مشاوي كده يعني. هو احنا الحقيقه ما فيش حاجه مشويه غير البتنجان، بس انا مش عارفه ليه مصره ان كلهم مشويين. احنا معانا البتنجان المشوي الظريف مع شويه خضار، ومعانا رمان. هحكي لكم كده ايه المقادير عباره عن ايه، وتعالوا نعملها مع بعض. بصوا انا معايا بتنجان رومي مشوي اهو، بتنجانيتين مشويينه حلوين قوي كده، اتحطوا في الفرن، كل بتنجانيه فيهم نغستها بالسكينه ولفتها عليها الومنيوم فويل، ودخلتها فرن سخن درجه حراره 200 في صينيه كده في الرف اللي في النص لمده تقريبا نص ساعه 35 دقيقه. هنلاقي بتنجان اتشوى، بنخرجه من الفرن ونسيبه يهدى شويه، ونقشر الالومنيوم فويل من عليه، ونبتدي بقى ايه نقشر البتنجانه نفسها، فتبقى جاهزه معانا كده وايه ومشويه وخطيره. معانا كمان واحده من الفلفل الرومي المشوي اهو، فلفل رومي مشوي ومتقطع برده مفروم كده حتت صغيره. معانا كمان بصلايه متقطعه حتت صغيره، معانا طماطم متقطعه مكعبات صغيره، معانا كمان فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، ممكن فلفل رومي اخضر بس لو مش متوفر الفلفل الالوان. معانا كوبايه من الخيار، او يعني خياره كبيره او خيارتين متقطعين مكعبات صغيره. معانا كمان شويه من البصل الاخضر، معانا كزبره خضراء، معانا رمان، هنحتاج فص واحد او فصين بالكتير من الثوم المفروم، ملح وفلفل، كزبره ناشفه، عصير ليمونه كبيره، ودبس رمان، وشويه زيت زيتون. دبس رمان هنحتاج منه معلقه كبيره، او لو عاملين كميه سلطه اكبر شويه ممكن نحتاج معلقتين كبار من دبس الرمان وبس. خلاص هنجيب بوله كبيره نحطها هنا كده جنبنا، وهجيب القرمه الكبيره دي علشان عايزه افرم البتنجان.
احنا ممكن نحط بدنجان في الكب عادي خالص، بس انا بحب بصراحه البدنجان احس كده ان هو حتت متكتله كده وطريه، ده ذوقي يعني. لكن انتوا برضو براحتكم، لو مش عايزه تقطعيه زي ما انا هعمل دلوقتي يبقى انت ممكن على طول ايه تستسهلي الخطوه دي وتحطيه في الكبه، هيدينا نفس فكره ايه البابا غنوج يعني، فاهمين قصدي؟ لكن انا بقى ايه بحب قوي ان انا اديله فرمه بالسكينه، فبتبقى فرمه كده ايه خشنه شويه يعني، ده بالنسبه لي بيبقى اظرف بكتير كده، طعمه بيبقى احلى، وانا بحب كده احس ايه ان البتنجان في كتل كده وانا باكلها في السلطه. ممكن بقى ايه نعمل كده برضو دي، نجيبهم كده جنب بعض، خدهم كده وبيبقى مفروم. لو عندك الهراسه بتاعه البطاطس المفرومه برضو ممكن تنفع قوي انها تنزل لك البتنجان كده ايه مش مفروم قوي برضو، بس كده اهو بصوا هتحسوا ان هو يعني مفروم بس فيه كتل من البتنجان، مش ناعم خالص زي ما هتعمل الكبة. تمام، هاخدها بقى كده وهروح على البولة الحلوة دي واقوم حاطة الباذنجان، وعايزة ارتب كده القرمة دي علشان نحط عليها بقى ايه بولة البتنجان المشوي. هنحط بقى الفلفل، الفلفل الرومي المشوي اهو، هنحط فلفل الوان، البصل، الطماطم، كل الحاجات كده معاهم، الخيار والبصل الاخضر، هاخد منه مش كل الكمية، هسيب شوية كده احطهم على الوش. ومعايا بقى الدريسنج، الدريسنج هحضره في بولة صغيرة عشان اضربه كويس بايدي قبل ما احطه على السلطة. فين تعالي انتي يا حلوة، هنحط الثوم فص او فصين بالكتير من الثوم المفروم، وهنحط الكزبرة عشان بعيدة شوية، كزبرة ناشفة وكزبرة خضراء كده، وهنحط كمون، ملح وفلفل، ملح وكمان ملح وفلفل وعصير ليمون بس كده، وهنحط دبس الرمان معلقه او معلقتين كبار كده كفايه، ومعايا زيت زيتون او زيت عادي مفيش مشكله، وايه وهنقلب الدريسنج الحلو ده. كميه الزيت تقريبا يعني 3 معالق كبار من زيت الزيتون او الزيت العادي مفيش مشكله، واقلب الدريسنج ده كويس قوي كده اهو، وهقوم حاطه الدريسنج على الخضار الحلو ده كله كده، ونقلب السلطه الخطيره اللي ريحتها تجنن كده. معانا مين على التليفون؟ معانا مروه برضو، اتنين مروه. الو يا مروه. الو، اهلا اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي، بحبك قوي يا حبيبتي، يا رب يخليكي، اتشرفت بيكي قوي. الحمد لله يا حبيبتي. حضرتك بصي انا قولي لي، انا اتصورت مع حضرتك في الممشى مره، حضرتك ذوق قوي قوي قوي. انت اللي سكر وعسل، والله يا حبيبه قلبي انا اتشرفت بيكي جدا جدا، ومبسوطه انك كلمتيني. حبيبه قلبي، التليفون راح فين؟ فصل؟ حبيبتي انا بشكرك على تليفونك جدا جدا، ان شاء الله اشوفك تاني برضو نتصور مع بعض. حبيبتي كده السلطه خلاص، فاضل بس شويه رمان نحطهم كده، الرمان مع السلطه دي يا جماعه يعني بصوا مش هتكلم كتير بقى، انتوا لازم تجربوها بنفسكم. انا كنت عايزه بوله جنبي ولا حاجه احط لكم فيها السلطه بس مش لاقيه اهو، مش لاقيه. احنا
حاطينها في بوله هنا ظريفه جدا، وحاطين معاها كده تاتش من عندنا جزر علشان يعني يعمل لون مختلف كده مع السلطه. جربوا السلطه دي هتدعوا لي وبالف هنا وشفا يا رب. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض الحواوشي، عملنا حواوشي السجق، وصفه سهله جدا وسريعه طعمها حلو، مش هتخلينا بقى نحس ان احنا بناكل حاجات تقيله وبتاع واقفين في المطبخ بقالنا كتير، لا وصفه حلوه جدا ولذيذه جربوها. والوصفه الثانيه السلطه الحلوه بتاعت البتنجان المشوي اللذيذ ده مع كل المكونات اللي احنا حطيناها، وصفه ظريفه جدا، جربوها وقولوا لنا ايه رايكم. بشكركم جدا جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.